يا اهلا بنات، هعمل النهارده البطاطس المحشيه. خلوني اول حاجه اعمل الصلصه، احط شويه زيت، بصل، ثوم، واخليهم يدبلوا. خلاص بس اخليها تدبل كده، مش عايزه احمرها قوي. هضيف عليها دلوقتي عصير الطماطم، شوية مية كمان، وطبعا مع الطماطم رشة سكر علشان نوزن الحموضة، وهضيف عليها الملح. البهارات اللي تحبيها، نعتبر في الملح وفلفل والسبع بهارات، او لو عندك مثلا عندك سبع بهارات استخدمي كمون وكزبرة، نفس الفكرة. بس نخليها تتسبك. نحضر حشوة اللحمة، نحط شوية زيت صغيرين، اللحمة المفرومة، ونقلبها كده لحد ما يتغير لونها عشان بسرعة تتفكك. نضيف عليها الملح والفلفل. اكتشفت ان لما بضيف الملح والفلفل وانا بقلبها لسه بتعطيني ريحه حلوه قوي، وبتتفكك، مش بتمسك في بعضيها، غير كمان الريحه بتطلع خطيره. اللحمه اتفككت كده، هضيف عليها بصل مفروم مع ثوم، يعني فصين ثوم كده مفرومين، واقلبها تدبل. ضيف عليها كمان فلفل بالمره، انا مزوده الكميه لان هعمل اكله تانيه بالباقي، يمكن بعد يوم او اتنين، بس فكره احتاج برضو فيها لحمه مفرومه، فقلت اعمل الكميه مره واحده بدل ما كل يوم ارجع اعصر اللحمه دي. انا اضيف عليها شويه برضو من السبع بهارات، لان ضفت الملح والفلفل في الاول، وخليها لحد ما الخضار بتاعي يدبل. اهم حاجة عايزة اقولها لكم النهاردة ان الطقم بتاعي رجع تاني، وان شاء الله يا رب على ما انزل لكم يكون نفس السعر، نازل بسعر اقل كمان. فالطقم بتاع المحاشي هنزله لكم في السناب الجاية مع الرابط، حلو، علشان اللي حابب يطلبه. المرة اللي فاتت نفس بسرعة، فحاولوا تلحقوه تاني المرة دي. للبطاطس، للكوسة، رهيب، وهو لا أسهل من كده. السنابة الجاية مع الرابط وكود الخصم وكل حاجة. نو جهزتهم، حط عليهم ملح وأقليهم. يلا نسخن الزيت، انا هقليهم عندي في القلايه، او ممكن ترشهم زيت تحطهم في قلايه هوائيه على فكره، كده اسرع طبعا. هنخليهم على جريل كل الزيت، وأحطها هنا، وأعمل الباقي. ناخد بطاطساتنا ونحشيهم بلحمتنا ونتوسط كده ونرص هنا.
سخن يا سخن. الطماطم اتسبكت، اخدها اضيفها هنا، مش كلها طبعا. هيبقى بقى عندي شوية نحتاجهم في اكلة تانية بس كده زي الفل. حط فيها ورقة طبعا، الحركة دي علشان الورقة تقعد ما تمشيش. ورقة الأزبير ويلا على الفرن. معايا حبة رز كده بالشعرية اللي انتوا حفظتوهم، واي حد يطلع من سنابي بعد شهر رمضان ما يعرفش يعمل رز بالشعرية هقولكوا بتعمل سكيب. كنت بتعمل سكيب يعني ده 30 يوم تقريبا، يمكن عامله فيهم 20 يوم رز بالشعريه، و20 يوم شوربه لسان العصفور. يعني والله ما كانوش 25 صراحه، يعني دي الف ب. الرز صحية صحية صحية. قلب البطاطس قليته مع شوية ملح وبابريكا. تعالي البطاطس هاي، لا نتسلى هنفضل بعدين ساكتين لحد ما الغدا يجهز. يعني رز بالشعرية وبطاطس مقلية. يلا شوفوا شكلها طالع من الفرن، شوية كزبرة ولا بقدونس، حبة صنوبر كده ندلعها عادي، يعني ده التاتش بتاعي، مش اي مشاكل. يلا يا دزمة يا دزمة. اكلتك المفضلة؟ اكلتك انت وسلمى المفضلة؟ لا لا سخنة. اغسل قبل الصنوبر مش هحطه لك، انا عارفة انت بتحبوش.